هل أنا إذا ما أسعفتني ذاكرتي في ذاك الزمن اللي عم تحكي عنه الـ74 أصلاً هو كان بدايات الطفرة التلفزيونية في العالم العربي كله. يعني التلفزيونات، محطات التلفزيون أنشئت في كل أنحاء العالم العربي، واحد قبل الثاني قبل الثالث قبل الرابع، كله بستينات القرن الماضي. فلبين ما تركزوا واستعدوا وبدأوا يعني أول مسلسل عملناه على هذا القدر من القيمة والمسؤولية يعني كيف التمكن من الصنعة، كان بالـ74 اللي هو حول غرفتي. وقال قبل أشياء أي كتجارب، مسلسل بدوي، مسلسل تاريخي، مش عارف شو. فبدأت صناعة العمل التلفزيوني بدأت بذاك الزمن. وفي البدايات في ذاك الزمن ما كانت لسه بدأت بقوة لوثت أنه يلا شمر مسلسلات لرمضان 30، ما كانت بالبداية. ألو حياتي. أهلاً دولة الرئيس. دولة الرئيس؟ في ذاك الزمن كل دولة كان فيها تلفزيون واحد. فأهل مسلسلات ورمضان، هيدي الطفرة كبرت عندما اتسعت دائرة الأشياء، نشأت قطاعات خاصة كثيرة في كل بلد. يعني لبنان كان فيه تلفزيون، هلأ فيه أكثر من 50 محطة. أي بلد عربي فيه بين 100 و200. فهون هذه التلفزيونات ما هي مطحنة، إن لم يكن عندك المواد التي تطحنيها تصدق. فكلها تلفزيونات وتعمل 24 على 24، فصار بدهم مواد. أنا أقول ربما هذا أثر على المستوى، على النوعية، الكواليتي تبع الأعمال. يعني صرتي بدك تلبي الطلب، فبتضطري أنك تسلقي الأشياء قبل أن تنضج بشكل هذا. أنا بعتقد من التسعينات وما بعد بدأت موجة أنه كل سنة شركات الإنتاج وما أكثرها، وطبعا غايتها على المدى البعيد الربح. يعني أنت تعملين مسلسل، الآن عدنا إلى يعني نغمة الإتقان برضو، بس الغاية أنه أن تبيع أكثر. لا، بالـ74 ما كان في هذا الذي تتحدثين عنه. ليتني بحجم واحدة من سرب القطار. ليت لي جناحي القطار، أسبح بهما في هذا الفضاء الرحب، أنزل عند ينبوع، أشرب قطرة ماء، قطرة واحدة، أعود. كل شيء في ذاك الزمن، الناس تقول، مش أنا بس أدعي ولا مصلحة لي في الادعاء لمجرد أني كنت نجما في ذاك الزمن والناس متفائلة بي وسعيدة بما أقدم، أنا والزميلة الراحلة يرحمها الله هند أبي اللمع. لا، الزمن برمته كان أهنأ، أجمل، أرق، أرقى، أصدق، أوفى. في ذاك الزمن كانت الروح ما زالت موجودة وتقول في وجه المادة والرغائب الخاصة، ها أنا ذا، انتبه، موجودة. الوجدان، الصدق في التعامل، التقبل برضا، والاجتهاد في العطاء، كل هذه الأشياء شكلت مجتمعة ما نسميه الآن، نحب أن نسميه الآن لأننا نفتقده، الزمن الجميل. صدقيني كتير على وين الإنزال؟ لحظة. يا حب، هيدا هو؟ هيدا هو. بح
إلى اللقاء. يعني إذا بدنا نحكي على المستوى التقنيات المعدات كانت في البدايات يعني، لكن الاجتهاد والاندفاع والإخلاص في العمل والرغبة في العطاء والإبداع كانت تذلل أي صعوبة. أنت هل يمكن أن تتخيلي أنه كنا مثلا أنه أنا أقوم صباحا بسم الله الرحمن الرحيم وضب غراضي ألقي نظرة على شبوبيتي بالمرآة وأطلع على التلفزيون في الحازمية، تلفزيون لبنان والمشرق كان اسمه آنذاك، اللي عملنا فيه كل هذه الأعمال، بترك تقييمها لك، مثلا ساعة 10 توب كاميرا، الساعة 6 مساء يا سيدتي حلقة كاملة ممنتجة، الخارجي بيكون قد صور قبله ومهيأ وبتنزل اللقطة بمكانها، حلقة مدتها ساعة جاهزة للبث. المفروض لست أنا من يجب أن يقيم، التقييم دائما يأتي من النقاد، ممن هم مختصون بهذا التقييم، إنما مردود هذا علي هو نعمة كبيرة من الله. يعني أنت هل تتخيلي مدى السعادة والراحة النفسية والرضا التي أشعر به عندما أكون مرا في هذا الشارع أو ذاك، وبعدين وفجأة أنت عينك بعين الناس، تلتفتري عين، ترين عين تنظر إليك بابتسامة ملؤها الاحترام والرضا. والشي تاني الاحترام والحب، يعني طبعا بكل تواضع أهلا، طفل صغير كبير، سيدة زوجها أمها أبوها، ياما بشوف صبايا بهذا السمت اللي ماما ما بعرف شو أنه هل قد معجبة فيك، مردود هذا علي فرح ورضا وسعادة لا توصف. يعني الحمد لله أنا زرعت في ذاك الزمن، جهدت وعرقت وتعبت، وإن كنت أعمل ذلك بحب إنما كان في إرهاق وتعب. ألو حياتي. أهلا. بدي إذا بدك أتذكر لك مشهد، كانت هي جالسة أمامي كما تجلسين أنت الآن، وما بسترجي أبدا أكذب وأقول لك أنت أحلى، أنه هي كمان كانت زميلة جميلة جدا، والمفروض أنه بعد عذاب وقهر وبلاء عظيم احتمله ذاك المسكين أنور أمين الكاتب اللي بيلعب الشخصية الرئيسية، بيلتقي فيها للمرة الأولى، فهو ما بيعرف أنه هذه هي التي تعمل به كل تلك العمايل على التليفون، فبتقرب هي بأدب شديد ورومانسية هائلة بتقول له كيف تحب قهوتك، فهو يعني كمان جيجل وزير نساء ورجل جميل يعني، فبيطلع فيها وبيترقبه زي كيف بيقول له اصنعيها بيدك كيف ما شئت وسوف ترين كيف تعرف طريقها إلى الحلاوة. أعطيك كبرياء بس للأسف حلاوته ما بتتفق مع جديتك متر، تيمكن ما تطلع بالمرأة ما هي؟ اهدأ اهنأ اسهر اسمر، متعني بوجع الأوتار، حنان الليل يجللنا فلننهل قبل مجيء نهار، تنسى الأوصال زمان الوصل وتسكن في زمن الذكرى كروض بالرغم تعرى، أي مات الزهر وراح الطير وبات الريح بغير حفيف، خريفا يسكن طي خريف.
فاهدأ اهدأ اهنأ اسمر اسهر ولتدخل في الشيء الأشياء. فما جئنا الدنيا إلا لخواء مني بكل خواء.